أراد الله عنك يا أستاذ أحمد، ما أدري ما أقول لك. أنا الحمد لله أنني رأيت اسمك حتى أوصل لك مشاعري لك على ما تتحف فيه الأمة الإسلامية وفاء وإحسانا وبرا للعلماء. الأستاذ أحمد الغمري صراحة أدهش رأسي، لأنه أول شيء أزال عني الجهل عن بعض العلماء الربانيين الذين ما كنت أعرف عنهم شيئا قط، وأحسن إلى جميع طلبة العلم بلطفه وبجزالة لفظه وبإحسانه في العرض وبعرض العلماء الربانيين حقا على طلبة العلم ليأتسوا بهم وليعلموا قدرهم، ولأن أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. فأخونا فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد الغمري، والله إني أحبك في الله حبا جما، يدهشني ما وفقك الله له، زادك الله أدبا وعلما وعمقا وإحسانا للأمة الإسلامية بإظهار مكانة علماء الأمة. نحن والله عراة من غير هؤلاء العلماء، نحن والله على هلكة من غير التوفيق لمعرفة هؤلاء العلماء والتأسي بهم والدعاء لهم. أراد الله عنك يا أستاذ أحمد، كم والله أقولها من كل قلبي، كم أحبك في الله سبحان الله. هذه ليست بيدي المسألة من فوق العرش، وكم لك من أيادي بيضاء على جميع الأمة الإسلامية، على جميع الأمة الإسلامية على ما تفعل. موفق مسدد، وهذا لا يكون إلا ممن اختاره الله جل في علاه لشيء كمثل هذا. أحمد حاضر حاضر، أنا مش هتجاهلهم لأنهم لابد أن يعلموا بأن الحق أبلج وقوي مش ضعيف، لكن هؤلاء القوم مسألة البوق، من وافقنا فهو حبيبنا وهو علامة الدنيا، ومن خالفنا فهو عدونا وسننزل عليه لنقتله. أنتم من لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله ذاك الله. ونحن يعني سنبقى دائما على نصرة الحق وعقيدة السلف وإظهار السنة ولو ذهبت السالفة، وإن كنا قد انفردنا نحن لا ننفرد. أهو علماءنا، أخونا الفاضل أستاذ أحمد له فضل على الأمة بأسرها بما يفعل، موفق مسدد، لعله يخط ذلك بقلم قلبه لا ببنانه. وربي أنا أحب في الله صدقا، والحمد لله أن الله أظهره أمامي الآن حتى أقول ما في قلبي له فيعلمه، وأكون قد أقمت السنة أيضا أنني قد بلغته بحبي له في الله. نعم، رفع كلمة الحق